احنا اللي بندور في حتة غلط. ازيكم يا جماعه؟ النهارده حلقه جديده في رمضان في البيت على هوم سينما، والمسلسل النهارده اللي هنعمل له تريلر رياكشن هو مسلسل لاخر نفس، مسلسل اللي اعرفه بس اللي فيه ياسمين عبد العزيز، والله حتى مش عارف اذا كان هو كوميدي ولا تراجيدي ولا دراما ولا اكشن ولا مش عارف، هشوف دلوقتي معاكم. بس مش عارف ليه عندي احساس ان هو مش كوميدي خالص، لان من الاسم مش اسم يعني يوحي بالكوميديا، تقريبا حاسه مسلسل درامي، ودي هتكون صراحه مفاجاه كبيره من ياسمين عبد العزيز السنه دي، يعني على الرغم ان انا برضو مش من محبين ياسمين عبد العزيز خالص، لا افلام ولا مسلسلات، غير افلام نادره جدا، مسلسلات لا بصراحه. عادة طبعا ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. تعرف يعني ايه كل حاجه تتشقلب في يوم وليله؟ تقول لصق في حد وما طلعتوش ولادي حمرود نفسي دلوقتي. انا ما اعرفش اي حاجه عن شغل حاسم. انتوا مين؟ احنا اللي بندور في حته غلط. اوكي، هو تيزر مش تريلر، انا كنت بحسبه تريلر لان انا شفت الحلقات اللي فاتت كلها كانت كلها تريلرز، وقلت خلاص ابتديت ارضى عنهم، بس طلع تيزر 30 ثانيه. يعني تقريبا الحبكه باينه قوي من يعني مش الحبكه مش باينه قوي يعني من التيزر. تقريبا هي جوزها توفى ومش عارف العيال تقريبا اتخطفوا، وهي تقريبا بتحاول تدور على العيال وبتحاول تستردهم تاني. مش عارف ليه عندي احساس ان البلوت ده في بتاع المسلسل ده حاسس ان انا شفته قبل كده. البلوت ده انا شفته تقريبا في فيلم لجينيفر لوبيتس، كان في فيلم من افلام لجينيفر لوبيتس تقريبا حبكه المسلسل ده تقريبا كانت نفس الكلام، كان ما كانش طفلين، كان طفل واحد وتقريبا جينيفر لوبيتس كانت تقريبا كانت جوزها برضو مات ولا جوزها كان عايز يقتلها حاجه زي كده برضو، او كان في حوار عصابه كان عايزين يخطفوا ابنها، كان حاجه شبهه كده، كان حاجه شبهه، بس انا مش متذكر الاسم خالص دلوقتي. بطوله ياسمين عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب برضو، وبرضو مبسوط له جدا ان هو موجود في المسلسل. انا دافع عليا ان فتحي عبد الوهاب موجود في المسلسل ان انا ممكن اكون سبب من الاسباب ان انا اتفرج على المسلسل ان فيه فتحي عبد الوهاب اصلا، وفي احمد صلاح حسني واحمد العوضي وفي هند عبد الحليم وسراء جبيل. مخرج المسلسل حسام علي، انا بصراحه انا بحب المخرج ده لان السنه اللي فاتت كان اخرج مسلسل الرحله، اللي انا كان انا شايف وجهه نظري كان واحد من احلى المسلسلات في رمضان السنه اللي فاتت، واندر ريتد يعني بطريقه مش طبيعيه، لان المسلسل بجد كان حلو وفي ناس كتيره جدا ما اتفرجتش عليه مش عارف ازاي، مع انه فعلا بجد كان حلو وكان يستاهل الواحد كان يتابعه. بس الخياط طبعا كان دوره فوق الممتاز، وكان اخرج برضو مسلسل 30 يوم اللي انا برضو شايف برضو مسلسل جبار، كان تقريبا السنه اللي قبل اللي فاتت بتاع اسر ياسين، انا شايف برضو المسلسل ده كان حلو جدا بس قفل قفله مش حلوه بصراحه. وبرضو يعني لما جيت عرفت بقى ان حسام علي ده هو اللي اخرج 30 يوم والرحله، يعني كنت مبسوط فشخ، وبعد كده لما عرفت ان عمل مسلسل بنات سوبرمان اتقفلت منه، يعني مش عارف ازاي عمل الاثنين دول وبعد كده عمل بنات سوبرمان. يلا، نسبه ترقبي للمسلسل ده 7.5 من 10. ممكن دي تكون اول حاجه لياسمين عبد العزيز اللي فعلا اتفرج عليه في حياتي، يعني انا عمري ما اتفرجت على ياسمين عبد العزيز في اي مسلسل جه في رمضان قبل كده، فده ممكن يكون اول حاجه اتفرج على ياسمين عبد العزيز فيها يعني. بس اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية قريب. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على تويتر وفيسبوك وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. احنا اللي بندور في حته غلط.